مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا غسل العدس. غسل الأرز. نوضع العدس نصف كوب 100 جرام. عند الغليان انتظر 10 دقائق. هيك صار 10 دقائق. نوضع 1 كوب أرز 200 جرام. نفس الشيء ننتظر 10 دقائق. تحريكة خفيفة وانتظر 10 دقائق. الماء لازم يكون كمية كبيرة الماء. هيك صار جاهز. 10 دقائق سلق العدس، 10 دقائق الأرز. هيك جاهز. نصفي الماء هيك مثل ما انتو شايفين. نوضع 2 معلقة اي نوع من الزيت 30 جرام تقريبا. نوضع معلقة زبدة او سمن 30 جرام او زيت لوحده او سمن لوحده. قليل من الكمون 1 جرام تقريبا. قليل من الفلفل الأسود 1 جرام تقريبا. قليل من القرفة 1 جرام تقريبا. 2 مكعب مرق ماجي. بنفتتهم من شان ما يكتل. نوضع الأرز والعدس، بنحرك قليل ونوضع الأرز والعدس. تقريبا بياخد 1 دقيقة، دقيقة واحدة بياخد فقط تقليب حتى يتشرب الزبدة والزيت والبهارات. فقط دقيقة. هيك جاهزة الوصفة. تقريبا أخذت كلها 21 دقيقة من بدء الغليان. جربوها، وصفة كتير سهلة بدون عيار ماء، كتير لذيذة وبسيطة. البصل المقرمش، زيت نوضع على حرارة مرتفعة، نوضع بصلة مفرومة ودقيق معلقة كبيرة، نشا معلقة صغيرة، وبنصفي الدقيق، بنوضع البصل بالزيت. تحريك باستمرار على حرارة مرتفعة. هيك صار جاهز. نوضعه بالمصفى، المصفاية عشان يصفي الزيت. نوضع البصل فوق المجدرة. هيك صارت جاهزة للتقديم. صحة وألف عافية، كل عام وانتم بخير. لا تنسوا الاشتراك بالقناة إذا أعجبكم الفيديو. في فيديوهات عنا كتير ممكن تشوفوها. في أمان الله. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم. مع السلامة.